من مشاهد الهجرة النبوية المشرفة اللي ممكن نفيد منها في حياتنا، لأنه المشاهد كثيرة والمواقف كثيرة والدروس المستفادة والعبر العظيمة اللي الإنسان بيجدها حينما يتأمل هذه الحادثة ويقرأ في السيرة هذه الحادثة العظيمة، تجد من ضمن هذه المشاهد الطيبة هذا الموقف الرائق ما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، إنه حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة أقبل الناس عليه، وكان يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كان الناس في انتظار حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول ما شافوا سيدنا رسول الله أقبلوا على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام بيقول: فكان أول شيء سمعته منه أن قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه بيقول أول شيء سمعوا الناس من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد دخول النبي المدينة المنورة إن دعاهم إلى مجموعة من القيم الرائقة والمعاني الراقية، فنادى على الناس جميعا: يا أيها الناس. يعني كمان هذا النداء فيه تودد وتحبب إلى جميع الناس، هو ما قالش يا أيها المسلمين، لا، يا أيها الناس، لأن المجتمع ده هيكون فيه مسلمين وغير مسلمين، والإسلام دايما حاضن للجميع وكل إنسان حر فيما يختار. فنادى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الناس جميعا: يا أيها الناس. دعاهم صلى الله عليه وسلم في هذا النداء إلى إفشاء السلام، إفشاء السلام قولا وعملا، وإن إفشاء السلام هذا الأمر بيعد من الوسائل اللي تصل الإنسان بربه وتصل الإنسان وتأخذ بيده إلى رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. وإفشاء السلام ما بيكونش بس بين المسلم والمسلم، لا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن المسلم إنما يسعى لنشر السلام بين الناس كلها، بين الناس أجمعين، مسلمين وغير مسلمين. وده وارد في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى أنا بألقي بالتحية مش عشان إنه الإنسان بيقولها ومش حاسس بالتحية، التحية دي عشان نبقى عارفين هي ذكر، لأن أنت بتذكر باسم الله السلام لأنه اسم من أسماء الله الحسنى. ونية الإنسان في إفشاء السلام حقيقة وإنه يقوم يكون وسيلة من وسائل السلام، فأنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت بتقول الكلام بلسانك ويعنيه قلبك، أنت بتذكر الله بذكر السلام عليكم، فهي تحية وذكر ودعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنت بتقولها مش عشان إنك تغيظ من أمامك، فإذا كان هو من غير المسلمين ولا عشان، لا، أنت بتنوي المعنى ده وبتقوله بلسانك وترجو من الرحمن أن يشيع أن يعينك أولا إنك أنت تكون بوسيلة من وسائل السلام، لأن المؤمن دايما سلام، هذه أخلاق. ويسعى الإنسان لإفشاء السلام ونشره بين الناس، ودي وسيلة نشر السلام، نقلل الخصام، نقلل المشاكل، كل ما من شأنه سواء في حياة الناس في مجتمع الإنسان، والإنسان ماشي في الطريق، والإنسان في العمل بتاعه، والإنسان في الحياة الأسرية، والإنسان مع أخيه ومع أخته، في كل الدوائر العلاقات الإنسانية نقلل المشاكل وننشر السلام. ده معنى نشر السلام. هتنشره قولا بإشاعة التحية، وده شيء مطلوب. الصحابة لو كان حجبهم حتى ولو شجرة حجبتهم بعضهم عن بعض كانوا يرجعوا حيوا تاني بتحية الإسلام اللي هي
السلام عليكم، عشان ياخدوا الثواب وتعم بركة السلام بذكر اسم الله السلام جل جلال الله، وفي نفس الوقت بيطبقوا المعاني دي، بيقللوا دوائر الخلاف والاختلاف قدر الطاقة، وبيسعوا إلى نشر السلام، لأن دي نشر السلام وسيلة لتحقيق المحبة، وتحقيق المحبة بين الناس ده طريق الإنسان إلى الجنة. ورد في الحديث الشريف إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا اللي هو الإيمان الحقيقي يعني، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني ده لازم تكون رسالة الإنسان المؤمن في حياته، نكون سلام، ننشر السلام، ونكون برضو سلام على بعض. ما نكونش كل ما يكون فيه إشكاليات أو مشاكل نكون إحنا سبب في إثارة المشاكل وإثارة القلاقل وإثارة الفتن، وإن إحنا نوقد بنار البغضاء بين الناس. كن سلام، كن سلام، وفعل في نفسك وفي من حولك معاني السلام، وأكثر من ذكر الله السلام، فاذكره باسمك، فاذكره بلسانك باسم الله السلام، وطبقه بأفعالك عشان تتحقق حقيقة معاني السلام في المجتمع اللي المفترض، المجتمع الإنساني، مش المجتمع المسلم فقط، المجتمع الإنساني كله. المسلم بحق هو اللي بيسعى بين الناس جميعا ناشرا لقيم السلام، داعيا إليها بأقواله وأفعاله. وتعالوا النهاردة نسمع مع بعض بنقول إيه في بداية أول يعني كل شهر عربي، عشان ندعو الله سبحانه وتعالى اليوم إن شاء الله بعد ما يرفع أذان المغرب ندعو بهذا الدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.